بهذا المقطع نتعلم أسهل طريقة لحفظ النسبة المثلثية للزوايا الخاصة من خلال دائرة الوحدة والنقطة المثلثية. إذن دائرة الوحدة هي دائرة نصف قطرها وحدة واحدة مركزها نقطة الأصل. إذن هاي المسافة هي وحدة واحدة، على المستوى الإحداث راح يكون النقطة واحد وصفر، الأكس واحد والواي صفر، بالاتجاه السالب راح يكون سالب واحد وصفر. هنا إلى الأعلى راح يكون صفر وواحد، وإلى الأسفل صفر وسالب واحد. هنا الأكس يمثل كوساين الزاوية، والواي هو ساين الزاوية، الزاوية اللي يصنعها المتجه مع المحور السينات بالاتجاه الموجب. لاحظ هنا الزاوية أو متجه الزاوية منطبق على محور السينات، إذن الكوساين للزاوية هو واحد وساين الزاوية صفر. إذن نبدأ بالزاوية صفر اللي نسميها بالقياس الدائري 2π، الكوساين مالها واحد والساين صفر. أما التان هنا يجي من ساين على كوساين، صفر على واحد صفر. ننتقل للزاوية هنا 90 اللي نسميها الباي على 2، الكوساين مالها صفر والساين واحد. أما التان راح يكون من ساين على كوساين، وهنا راح يكون المقام صفر، نقول غير معرف. ننتقل للزاوية 180، ولاحظ هنا الكوساين لها سالب واحد والساين صفر. أما التان صفر على سالب واحد وهو صفر. الزاوية 270 هنا راح يكون نسميها بالقياس الدائري 3π على 2، الكوساين لها صفر والساين سالب واحد، أخذناها من النقطة على المستوى الإحداثي. أما التان راح يصير ساين على كوساين، أيضا المقام راح يصير صفر، ونقول غير معرف. زاوية 30 نسميها بالقياس الدائري الباي على 6، لاحظ النقطة المثلثية للزاوية 30 هنا نحفظها جذر 3 على 2 و1 على 2، إذا الجذر 3 على 2 هو الكوساين لل 30، والواحد على 2 هو ساين لل 30. أما التان يجي من كوساين، من ساين على كوساين، وهنا 2 ويا 2 تنحذف يبقى 1 على جذر 3. الزاوية 45 الكوساين والساين متشابهات، واحد على جذر 2 واحد على جذر 2. أما التان بالقسمة الساين على الكوساين راح يكون عندي يساوي 1. الزاوية 60 عكس الزاوية 30، الكوساين لها واحد على 2 والساين جذر 3 على 2، والتان يجي بقسمة الساين على الكوساين راح يصير جذر 3 على 1 ويساوي جذر